لكن البدايه كانت حلوه، فده معناه ان انت بتثبت رجلك واحده واحده بعيدا عن انك اخو الغزال. ما هي دي المشكله اللي حصلت لي في الثاني سنه. يعني البدايه كانت كويسه، خدنا دوري ماشي، لعبت ماتش الاهلي، خدنا بطوله افريقيا 84، فالطلعه كانت حلوه قوي، الطلعه كانت كويسه جدا. سنه 85 ابتدى بقى اصل ده اخو الغزال، ده بيلعب واسطه، ده بيلعب. اتقال كده من تاني سنه مش من اول واحد؟ من تاني. اوكي، من تاني وده سنة. غريب ما اثرش يعني معايا انا خالص. ها؟ خالص خالص، لان انا كنت تركيزي كله انك تثبت ان انت مش ان انا يعني المفاجاه ان انا نقلت في الجامعه، وانا كنت مقدم شرطه وقبلت. برضو كنت عايز تمشي على خطى الغزال. ماشي. وبعدين قعدت انا والغزال الله يرحمه، وقال لي لو انت عايز تكمل كوره ركز اكتر في حاجه ممكن تساعدك. ماشي. فكان جاي لي تربيه رياضيه وقتها، عملت اختبارات ونجحت، فنقلت ورقي من كليه من شرطه للتربيه الرياضيه. التربيه الرياضيه يعني هدفي كنت محدده من بدري، وانا عايز اوصل، عايز خلاص اوصل لحاجه معينه في دماغي. اوكي. وابتديت بقى اشتغل على الجزئيه ديت. 85 برضو المقارنات بقى، لان انا اصلا هاف ديفندر. بس بدايتك كانت فين؟ بدايتي لعبت ورا شويه. بدايتي كانت نص ملعب مع كابتن برجيلة. لما حصل سنه 85 جت اصابه الصليبي الغزال والصليبي الاشرف قاسم واصابه سعيد الجدي، فالمكان في الحته دي فضي. فجي مدرب اجنبي اسمه باركر، قال لي هلاعبك ليبرو، ارجع بقى العب. قلت له ان شاء الله اشيل كور بس العب. دي كانت بالنسبه لي كانت مهمه اكون موجود. فابتدت المقارنه، ده ليبرو وده ليبرو. طب مع ان السنه ديت دخل فينا اربع اهداف بس، كنت بلعب انا وهشام يكن وخالد جلال واحمد رمزي. طول الموسم اربع اجوال بس؟ اوكي ماشي. كان ورانا عادل مأمور، وبعدين طارق عبد العليم، ايمن طارق، بتلعب ليبرو قدامك ومعاك هشام سردباك، هشام يكن، وخالد جلال باك رايت ماشي، واحمد رمزي باك ليفت او بدر حامد ماشي. حلو قوي. فالمقارنات حصلت من هنا، قعدت فتره دكه بس ما اثرتش عليا في التمرين خالص، ولا غبت ولا يوم، وتمريني كان زي المباراه بالظبط لغايه لما جت الفرصه تاني، وباركر ده جه واخدنا بطوله افريقيا 86. وابتدت المسيرة بتاعتي في المنتخب في آخر 86 مع مستر مايكل سميث.